حواري ونسوم في رمضان مرات. أحلى شيء في رمضان إحنا ننظف البيت ونزينه حق رمضان، وبعدين أذنا شيونا. إحنا لازم نصوم عشان نحس شنو نفس الفقرة. أبوي قال لي من يصوم أكثر ياخذ هدية، وبعدين أول أنا، بعدين أخوي الجريد فور، وبعدين أخوي الكبير الفاز. أنا أقول حق رفيجاني يصومون وما يأكلون عشان ناخذ وايد. أنا ساعد أمي تسير الزب لبن، وأنا أحبه وأكله دائما كل يوم. أحب أكل ثريد. إذا أنا وأخواني نرجع من المدرسة ونرقد شوية، نقوم ونصوم ننطر لين عدو المقرب، وبعدين ناكل مع بعض كلنا ونسولف ونقعد مع بعض. كل يوم ألم أختي وأخوي، ألمهم كل يوم على رمضان، ونلعب سكوتر ونلعب كل شيء نحب. أنا أرجع من المدرسة أرقد شوية، وبعدين أقرأ قرآن مع أمي وهي تقرأ قرآن معاي. في رمضان نوزع أكلنا حق جيراننا، وبعدهم يعطونا بعد. أحلى رمضان كل أحد يتجمع ونفطر ونسولف. أنا أروح بيت جدتي وخلاتي يون منك، وألعب مع الأطفال. مرات تعطنا فلوس جدنا وتعطنا حلويات. أنا أحب رمضان عشان أغير شعور السنة.